السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ صحيحه مزيان. الفيديو اليوم ديال مرجان شاركت معكم بزاف من الهميزات لاحظتهم دايرين واحد التخفيضات على الاواني، يعني على المعنات اللي كنستعملوا بشكل يومي باثمنه جد جد مناسبين، وعلاش لا ما تفلتوش هاد الهميزات هادو. المهم شوفوا الفيديو حتى الاخر باش بصح تشوفوا هاد الاثمنه وتستافدوا منهم وبارطاجيو مع الناس باش يستافدوا حتى هما من هاد العروض. نبداو بهاد المجموعه ديال لي كاسرول، دايره 179 درهم. هادي راه فيها العبار، هانتوما الشكل ديالهم. بالنسبه لهادو راه اينوكس، فيهم ثلاثه، يعني ثلاثه ديال البياسات، كاينه الصغيره والموين وهذه اللي كبيره. هادو اول مره غادي نشوفهم، حاطينهم حتى هي في واحد البلاصه خاصه بالعروض، ناقصين اليوم الاثمنه بزاف. وهنا كاينه هاد المقله، هادي اللي دايره 139 درهم. هادي اللي كيطلعوا بحال هكا، فيها لي ميني بانكيك، ميني حريشات، المهم الحاجه اللي كتكون فيها ميني. المهم زوينين عمليين. بالنسبه لهادو راه ديال الجرانيت كيف ما كتشوفوا، راه كان فيها البيج، القهوي، الكحل والكرونه. وكاينين هاد لي كاسرول، هاد المقيلات هادو ديال ماركه بابيلا، فيها ثلاثه ديال المقيلات، حتى هي فيها هاد الصغيره وديك الموين والكبيره. وهنا كاينين هاد الطاسات، هادو زوينين بحال دوك ديال لانش بوكس، دايرين 29 درهم. هانتوما كيفاش دايرين من الداخل، زوينين بزاف، دايرين لكم بزاف فاش تستعملوهم. وهادي يمكن لكم انكم تتهزوها وتتغسلوها وتتعاودوا تردوها، وعمليه يعني سهله، دغيا تتسد وكترد. بالنسبه لهادو راه كاينين في هاد الغوز، كاين في داك الموف، وكاين في الخضيدر. وهنا كاينين هاد الطاسات هادو، هما كيفاش دايرها. بالنسبه لهادو راه فيهم ثلاثه ديال البواطات من الداخل، كاينه فيهم ديك الصغيره بزاف، وكاينه اللي موين، وكاينه اللي كبيره، كاينه حتى هي في هذوك اللوينات. وهنا كاينين هاد التشبيكات هادو، وهادو شبيكات جاو بحال على شكل بلاطو. هادو دايرين 25 درهم، وصحاحين لا كاليتي ديالهم، ماشي شي وحده اللي دغيا تتهرس. هانتوما هادو راه العبار ديالهم، المهم فيها 6.5 سنتيمتر. المهم حبسوا لا فيديو مزيان باش تقراو كله. المهم كاين في هذاك البيج، وكاين في هذاك بحال الخسي. وكاينين هاد المقيلات هادو ديال الجرانيت، دايرين 119 درهم. هادي راه فيها هاد الشبيكه هادي اللي تتقلى، اللي كديروا فيها باش تقليو اي حاجه. بالنسبه لهاد الشبكه هادي راه كتوصل حتى للقاع ديال الكاسرونه، يعني ما كتكونش مهزوزه، اللي كتزيد واحد الكميه كبيره من الزيت. كاينه هاد المقله اللي دايره 169 درهم، فيها 28 سنتيمتر، لا مارك ديال بابيلا. هادي ديال الجرانيت، وكاينه في الكحل. بالنسبه لهادي راه ثقيله وراه غارقه من الداخل. وهنا كاينين هاد القريعات الكبار ديال الزاج، دايرين لهم غير 15 درهم. الا لاحظتوا واحد التيكيت لتحت فيها الهمزه عند مرجان بونافير، راه بزاف منهم دايرين بحال هاد العروض خاصه دابا، يعني اللي طاح في هاد عيني في هاد لا فيديو هذا بصح يبارطاجي مع الناس وتمشيو نتوما تشوفوا، راه كاين بزاف ما يتشاف. مثلا بحال هاد الطبيسلات هادو دايرين 14 درهم، بالنسبه لهادو راه غارقين وكبارين، والزاج ديالهم يعني زوين. هانتوما كيفاش كيكون الشكيل، بني هذا راه باقي فيه واحد الصف عامر من هاد الشكيلات. كاينين هاد القريعات هادو اللي كيديروا فيهم زيت الزيتون، دايرين 4 دراهم. هانتوما كيفاش هادو اللي جا اللي داز كيهز منهم، يعني دايرين واحد العرض بصح اللي تخفيض خيالي. المهم راه بزاف ديال الناس نيت كانوا كيقولوا راه بلي مرجان دابا داير عروض. وكاينه هادي اللي كنصفيو بها شي حاجه كنبغيو نهزوها، دايره 8 دراهم بالنسبه لليدي ديالها ديال الخشب. وهادي دايره ديال البلاستيك، هذيك الصفايه ديالها. وهنا كاينين بزاف من هادو، يعني داكشي اللي كنستعملو. كاينه هاد المجموعه هادي اللي دايره 42 درهم ديال اينوكس، فيها ثلاثه، راه نتوما كل وحده دايرين لكم العبار ديالها شحال فيها. هاهما الشكيلات ديالهم كيفاش دايرين، دايرين فيهم هاد الشكيل ديال التفيفيحه. بالنسبه للطريقه باش كتحل، يعني ساهله دغيا، ماشي تعكسات معايا، حيت دايرين واحد الجلده من الجناب، يعني دغيا تتحل. وهنا كاينين هادو، هادي اللي دايرين واحد الكويسات بحال هكا، اول مره غادي نشوفهم. هادو راه بوحدهم كيمشيو غير في كرطونه، يعني كتلقاو بحال الكويس في هاد الكريطينه هادي، دايرين ليهم 11 درهم.
هاد الزاج هذا راه يعني في شكل، هو ماشي بحال دوك الزاج العادي اللي كنلقاو في الكيسان، الليد ديالو ديال ملي كيتشد راه ديال بلاستيك قاصح وفي شيبي. وكاين هاد الديكور عاوتاني صغيور، هانتوما تا دي راه 11 درهم نفس الثمن. كاين هاد المجموعه ديال الكيسان اللي دايره 59 درهم، هادو تيصلحوا لي كلاص لي سالاد، بغيتو تصاوبوا مثلا شي مهلبيه شي ديسير. هانتوما كيفاش كيجيو، الشكيلات ديالهم زوينين، الزاج ديالهم حمقني تيلمع بزاف، والثمن ديالهم صراحه راه مناسب. ها هما راه فيهم 6 ديال الكيسان، وغادي نوريكم حتى وحدين اخرين حتى هما دايرين 59 درهم. ها هما هادو حتى هما زوينين، فيهم 6 ديال الكيسان، هادو يصلحوا للعصير، المهم اي حاجه، عصير حليب كاين بزاف ما يدار. وبصح نيت حتى هما يصلح فيهم مثلا شي ديسير بحال هكا، شي سلاد، شي سلاد فخوي. وكاينين هاد الطبيصلات دايرين 45 درهم عفوا. هانتوما الشكل ديالهم جاي بحال شكل مثلث، وفي هاد الزويقات هادو من جناب فيهم وريضات في الشيبي في الصفيفر، والثمن ديالهم حتى هو زوين. وهذا بالنسبه لهاد الزاج هذا لاحظتو صحيح بزاف. كاينين هادو اللي دايرين 13 درهم، هانتوما الديكور ديالها كيفاش تيكون زويون، كيجي من الجناب بحال هكا بحال مزخرف، عاطية الديكور يعني تصلح تحطو فيها مثلا الفاكهة تميرات اي حاجة في الطبيلة. وهنا كاين هاد الطبيصيل هذا اللي على شكل نبتة داير 99 درهم، جا من الزاج ديالو في الوسط ترونسبارو، وفي الجناب ديالو في الذهبي، زويون حتى هو صلح فيه شي سلاد كبيرة. وهنا كاين هاد السوبيره هادي اللي كبيره حتى هي، يا دايره غارقه بزاف كي كتلاحظوا، وكانت ثقيله، راني راضه معها البال لا تمشي تزلق ليا ولا تطيح. وهادو راه كاينين فيهم بزاف الا لاحظتهم، يعني راه موجودين الا بغيتو تجيو تاخذوهم، يعني اللي كي اللي محتاج بحال هادو. بالنسبه لهادو راه دايرين 30 درهم. وهنا كاينين هاد القرعات هادو ديال الزاج اللي كتصلحوا ديروا فيهم الماء ولا مثلا العصير، هانتوما الشكل ديالهم، هادو راه دايرين 42 درهم. بالنسبه لهاد الغطايه هادي راه ديال البلاستيك ماشي ديال الزاج، ولكن القرعه ديال الزاج، راه كاين فيهم ديكورات اخرين ديال القرعات. واخر حاجه هنا عندنا هاد البواطه هادي ديال البلاستيك اللي كبيره دايره 50 درهم، يعني اللي يحتاجها يدير فيها بزاف ديال الاستعمالات. المهم الحجم ديالها راه كاين هنايا، الا بغيتو تحبسوا لا فيديو وتقراو على خاطركم. خليت لكم راحة، نتلاقاو فيديو آخر، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو. نهاركم بروك، باي باي.